هانا هيلز فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة هادية مطل على ساحل الدامور، مؤلف من 85 فيلا على مساحة أرض 50,000 متر مربع، موقعه على بعد 15 دقيقة من بيروت مع أكسس سهل من الطريق العام. فيلاز دوبلكس مصممين بمودرن ديزاين، تتراوح مساحتهم بين 200 و400 متر مربع، وكل فيلا مست اللي تابع لألا جاردن بين 230 و550 متر مربع مع برايفت بول بالإضافة لاثنين لأربعة باركين. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة، مول تجاري، ريستورنت، هيلث كلوب وجيم، سوبر ماركت، بول وسبورتس كورت. جيتد بروجكت بيتميز بوجود بابليك جاردن 16,000 متر مربع، كهرباء ومي 24/24 بالإضافة لمينتننس تيم. هاي اند سبيسيفيكيشنز، دبل وولز وجليزينج، يوروبيان باثرومز وكيتشنز، تجهيز سولار سيستم واي سي. موقع البروجكت قريب من أهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. أوهانا هيلز فيلاز مشروع under construction كاشف عسيفيو ما بينحجب. كل فيلا مستقلة بعيدة 12 متر عن الفيلا المجاورة، والتسليم ابتداء من 2020. تسهيلات مأمنة للدفع والتقسيط. starting price $390,000. أيوب تاور ريزيدنشل وكوميرشل تاور موقعه استراتيجي بالأشرفية، تحديداً شارع السيدة، على بعد دقائق من ساحة ساسين وقريب من أهم المراكز التجارية بالمنطقة. ألف من 3 بلوكس، 13 طابق كل بلوك، ومساحات الأبارتمنتس الأفيلبل للبيع 100 و128 متر مربع. أما بآخر طابق شقتين مميزين، دوبلكس 165 متر مربع وسامبلكس 256 متر مربع. قسم من الأبارتمنت شقتين بالطابق وقسم مساحته 100 متر مربع شقة واحدة بالطابق. طابقين مخصصين للأقسام التجارية صالحة للمؤسسات والبنوك، وبتتراوح المساحات بين 80 و275 متر مربع. High end finishing وInternational standards بالعمار، security عالية وsafety system ضد الحرائق والزلازل. أيوب تاور بيتميز بprime location وأكسس سهل وكشف على view بحر وجبل، أما التسليم بأواخر 2018. فرح تاور لوكجري كوميرشل وريزيدنشال تاور ببيروت، تحديداً تقاطع شارع الجزائري مارليس، على بعد 5 دقائق من وسط المدينة وأهم المراكز التجارية. مؤلف المبنى من قسم تجاري جراوند فلور وفيرست فلور مع ميزانين صالح للمؤسسات الكبيرة والمصارف، و11 طابق قسم سكني، بتتراوح مساحات الشقق بين 180 200 و360 متر مربع. ثلاث مداخل منفصلين للمبنى، ومدخل القسم التجاري مستقل عن مدخل القسم السكني. 6 underground floors للباركينج والستورج رومز، بالإضافة ل 6 elevators 3 لكل قسم. بلوك واحد مفصول بجاردن وخضار، هاي اند فينيشينج داخل المبنى، دبل وولز ودبل جليزينج، فاير الارم سيستم، فول هايت جلاس فاساد، انستولد يوروبيان كيتشنز وباثرومز، هيتينج سيستم وثلاثه برايفت جنريتورز. فرح تاور ببرايم لوكيشن باعلى نقطه ببيروت مع فيو على المدينه والبحر وخليج جونيه والجبل، حاليا البروجكت اندر كونستراكشن والتسليم باوائل 2020.